لو جايز كيفكم؟ شوفوا معي هالشغلة، لو تكتب على يوتيوب دبابات رغدة بطلع لك خبر من الجزيرة، ضحى وميكس ورغدة في متحف الدبابات. ايش القصة؟ ليش في خبر كامل عن رغدة ودبابات؟ اشرح لك القصة. فهذا برنامج رمضان تبع رغدة واثار كثير جدل، كثير كل تويتر قاعدين بيحكوا بالموضوع. فليش هذا البرنامج تحديدا اثار جدل هالقد؟ خلينا نحضر ونشوف. تعالوا نبلش باقوى برنامج تانك هانت. فشغلة حلوة عن البرنامج هاد، رغدة كل ما تحكي اسم البرنامج بتحكي انه اقوى برنامج لازم. اوكي، فهاي الحلقة مستضيفة ميكس وضحى، وكل واحد فيهم لازم يجيب فرق. يا الله البرنامج هاد، اسمعوا هكون صريح زيادة عشان في 20 برنامج رمضاني، فلو بدي اجامل كل حدا جد انا حتعب نفسيا، فمية بالمية صريح، بتمنى ما حد يزعل. وضحى عارفين على فريقك سيرين لوجين، وايش اسم فريقكم؟ الزعامة. كتير هيك كتير هيك المشهد. عرفنا عليكم ويتي ميكس محمد، وايش اسم فريقكم؟ ديكس. اسمع رغدة، كل الحب جد، كل الحب، بس يعني مستحيل احضر هذا الاشي بارادتي جد، خاصة عشان هاي كمان بحسها كثير بتنطبق على مشاهير السوشيال ميديا اللي بصيروا يمثلوا، انه الناس عارف شخصيتك، فلما تطلع بشخصية تانية مبتذلة 100% الناس متعودة على اشي بتطلع على اشي، ف بيطلع الموضوع هيك كرنج كثير. منطقتكم رح تكون الدولية والاستطلاع، وانتو الحرب العالمية الأولى والثانية، فأظن انتو بلشتوا تفهموا ليش أجل الهجوم هاد، عشان الفرق هاي مقسمين على فقرات من التاريخ، فأظن طبيعي فئة كبيرة تتنرفز من الموضوع. المهم بس تلاقوا المفتاح رح تيجوا وتشغلوا الدبابة وتسوقوها لخط النهاية عشان تفوزوا. اوكي اختصر لكم البرنامج، فالسيارات اللي هون مفاتيحهم مخبية ولازم يحلوا الغاز عشان يلاقوا المفاتيح هاي، والالغاز هاي كمان بتكون مخبية بدبابات، وبضلهم يدوروا لمدة 25 دقيقة على المفاتيح هدول. هاي الفكرة العامة. ضحى انتو كتير بعاد. سمعتك. حاس حالي بحضر ابطال الديجيتال او عيش سفاري، بحس عيش سفاري، في فايب عيش سفاري. افتحي افتحي بسرعة. لما لقيت اول صندوق ما حسيت اني وصلت للي انا حشتي اللي انا بدي اياه. اوكي هو جد زي عيش سفاري. لا حرفيا زي عيش. ما بعرف لو متذكرين هاي الشغلة بعيش سفاري، وكان برنامج مغامرات وهيك، بعدين كل ما يصير اشي بعمل مقابلات شخصية، كل واحد بيحكي طرفه. مش قادر اكمل يا اخوان جد. دوروا على دبابة تشيستن. هيا روحش روحش. احنا بقول لفر الدبابة يدور. يلا 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 بدور شو بس بلف عيني يعني. مقابلات هي اخوان عم تذبحني جد، عم تذبحني. شوفوا اظن الاشي اللي بنرفز بالبرنامج انه هو برنامج تلاقي مفتاح تحل لغز، بس هيك كله ميوزك سسبنس وجو سسبنس كثير كثير كثير، ومقابلات مع كل حدا وهيك، بتحس الفكرة مأفورة كثير. بس كمان شغلة يا اخوان، البرودكشن تبع البرنامج هاد مش طبيعي، انه جد مستوى الانتاج اشي يفخر فيه كثير، بس غير البرودكشن ما في اشي كويس صراحة. خلي المسدس معك، يمكن تحتاج اروح لدبابة كريسير احكي مع رغدة. انتبهوا على اسامي الدبابات، كلها اسامي اجنبية، انه دبابة كريسير، دبابة تشيبابو، هيك شغلات. اوكي عشان هذا الموضوع بهمنا من الاخير. مبدئيا الفريق متخرج اونلاين، مبدئيا شافوا شنطة فيها اكل فتحوها صاروا ياكلوا من الجوع. لا يا زلمة مستحيل مستحيل، وال عن جد انهم متخرجين اونلاين جد. تخلي من عن واحد من فريقك واحكي مع رغدة. مستحيل، ينكمل مع بعض ينموت مع بعض. طبعا طبعا، يا تكملوا برنامج الالغاز مع بعض يا تموتوا مع بعض. بدكم تستغنوا عن حدا من فريقكم. والله ما بستغنى عنكم، ما بستغنى عنهم، ما بيع فريقي. ضحى ما تحاولي، هذا تحدي من تحديات البرنامج، لازم تطلعي حدا من فريقك. اوف صراحه ضحى اقنعتيني، وعشان هيك انا المسامح كريم اليوم. اوكي رغدة ما بزبط تفاصل بالمرة. ورز على رقم، الرقم ما بفهم بالعربي. لجاي ما بفهم عربي. خلوا العنكبوت معكم لأنه لازم ترجعوه لعيلته. هكي صح، فهذا لغز العنكبوت، فمعهم عنكبوت ولازم يلاقوا عيلة العنكبوت. هاي عيلة العنكبوت؟ ايش فيه؟ انت عيلة العنكبوت؟ هذا الزلمة هو عيلة العنكبوت. شو؟ حس حالي بحضر شفا، حس حالي بحضر شفا.
جد؟ قريت الورقة كان مكتوب أعطي نكتة رغدة ضحكها بتغشك والمفتاح. رغدة مرة واحد اثنين ثلاثة أربعة. أوكي مش قادر أكمل مش قادر خلاص أختصر لك. بعد 25 دقيقة من المتعة هاي كلها آخر إشي فريق ضحى بلاقوا مفتاح السيارة فبفوزوا وبربحوا جائزة كثير كثير قيمة. والفائز معنا بهاي الحلقة فريق الزعامة. بربحوا دبابة صغيرة. أوكي تقييمي للبرنامج. اسمع هلا بندخل بالهجوم بس تحكي رأيي باللي شفته صراحة كثير متعوب عليه والفكرة مبتكرة فكرة جديدة مش مقابلات إشي غير المقابلات فكرة جديدة عشان كل حد دائما برامج مقابلات ماشي بس خلينا نشوف آراء الناس خلينا نشوف يعني كلهم بلح جاب إلا أنت يا ضحى إمتى راح نشوف شعرك توقعت ينتقدهم عشان هم مش محجبات بس فاجأنا دمهم أثقل من الدبابات قد ما الناس حكت انه حلو فتحت احضر حاسة حالي بحضر براعم للاطفال برنامج طويل وممل. شوف اظن البرنامج بيستهدف اطفال اكثر من فئات عمرية كبيرة عشان طبيعة البرنامج نفسه ما بعرف لو هذا كان هدف رغدة بس يعني حسيته بيستهدف اطفال اكثر يعني اسمعوا صراحة رغدة كشخصية لو تعمل برنامج حوالين شخصيتها اظن بنجح كثير بس بالبرنامج هذا يدوب بنشوف رغدة اصلا كميه الكرنج بالفيديو مش طبيعية تجاوزت الحد المسموح للاستهلاك البشري. اوكي فليش صار هجوم على هذا البرنامج عشان تم تصويره بمتحف دبابات فكثير ناس شافوا الموضوع إهانة للتراث عشان هدول دبابات حقيقية فكيف هدول التيك توكرز يجوا يصوروا برنامج زي هيك وبتسلقوا على الدبابات وبنطنطوا عليهم وأبصر شو وهذا كله تراث هاي نهاية الإرث العسكري الأردني هذا البرنامج يجب أن يتوقف تصويره فورا ومحاسبة إدارة المتحف هلا صح بس عشان يكون بالصورة اللي فهمته أنه رغدة ماخذة إذن من إدارة المتحف عشان تقدر تصور فقانونيا مسموح لها تصور بالمتحف ولو تفكر بالموضوع يعني إدارة المتحف عارفين مصلحة المتحف بالأخير كانوا عارفين شو راح يتصوروا قبله صح؟ الموضوع قلب سب وتحقير ولا بعمري شفت أتفه من صناع المحتوى الأردنية الوحيد اللي بنشهد فيه هو جو حطاب ولا الباقي ما بلبسه برجلي كيف يسمح المسؤول عن متحف الدبابات الملكي لهذه المزهلة المهزلة أن يكون مكان لها هلا شوفوا في طرفين للموضوع في فئة من الناس زي اللي شفناهم قبل شوي ضد أنه يتصور برنامج زي هيك متحف تراثي متحف فيه دبابات تاريخية شايفين الموضوع بهين هذا التراث وهذا التاريخ ومعهم حق هذا رأيهم ما بتقدر تحكي لأ لرأي هالقد منتشر والواضح أنه كثير ناس شايفين الموضوع إهانة فأنه رأيهم بالأخير بس كمان في فئة كبيرة من الناس شايفين الموضوع عادي وإيجابي إذا أراد استقطاب زوار فلا بد من خطط تسويقية عصرية إعلانات التلفزيون موضة قديمة وثم من يتفرج على التلفزيون؟ ليش عم تجلد بحالك؟ ليش؟ ما أنت بتقدم على التلفزيون؟ هؤلاء الثلاثة فقط تعلمون كم عدد المتابعين على صفحاتهم؟ مكتوب هنا فاللي عم بحكيه زلمة هاد إنه هاد متحف الهدف منه تعليمي بالأخير عشان يستهدفوا فئة الشباب والأطفال نحكي لازم يستعينوا بمشاهير السوشيال ميديا منطقيا يعني عشان أحسن طريقة تجيب الشباب والأطفال هي عن طريق المشاهير وحقا زبط الموضوع يعني كثير شفت تعليقات لناس كاتبين إنهم أول مرة بسمعوا بوجود هذا المتحف كان عن طريق هذا البرنامج أنا واحد منهم صراحة كنت 100% صريح معكم جد أول مرة أسمع فيه أول مرة أشوفه من جوا فمن ناحية التسويق وإنهم يجيبوا شباب هاي خطة ناجحة كثير والمتحف هكا انه لم يتم الاساءة للجيش ولا للشهداء وانه لم يتم استخدام اي آلية اردنية في التصوير ان الدبابات الاردنية ما تم استعمالها في التصوير وكله مبين بالبرنامج يعني قبل شوي شفنا وحتى اسامي الدبابات كانت كلها اجنبية صح بس الناس رجعت ردت على الموضوع رد على بيان متحف الدبابات بحكي لك انه الدبابة اللي بالصورة هون بالانترو تاعت البرنامج هي دبابة اردنية مقدمة البرنامج كلها انه تصورت قدام دبابة اردنية المقابلات الفردية شفتوها المقابلات الشخصية هذيك تم تصويرها في قاعة الثورة العربية الكبرى بس يعني كمان زلمة هاد حكى بالبيان تبعه انه تصورت المقدمة بس الهبل اللي شفناه كله والنطنطة وشغلات بطلوها من الدبابات ما كانت بدبابات اردنية بس هي المقدمة في كمان هذا الرد على البيان بعد تبرير المتحف الذي استخف بعقول الاردنيين بان الاليات الاردنية غير مستخدمة ظهر شعار فرقة الملك عبدالله الثاني على الدبابة في الفيديوهات المصورة فبيحكوا انه في دبابة اردنية بينت بالتصوير كمان مرة هاي الدبابة بينت بالمقدمة تاعت البرنامج بس ما صار اي نوع من المسابقات فيها فهل رغدة بتستاهل كل هذا الهجوم اللي اجى عليها؟ اوكي هلا بنتفق ان التصوير صار بدبابات اجنبية بس هذا تراث
كمان صح؟ والناس متضايقة. بس كمان لو تفكر بالموضوع، الدبابات الهدف منها انها اشي كثير قوي، وما حتنضر الدبابة لما حدا يتسلق عليها مثلا ويطول علبة من جوا. هي دبابة، هي اقوى سلاح بالعالم صح؟ هاي نقطة لازم نحكي فيها. يعني لو كانت لوحة فنية مثلا او تمثال بحكي تمام، ما تقرب على التمثال. ثاني اشي، البنت كان عندها موافقة من المتحف، انه الناس قلبت الهجوم على رغدة نفسها وعلى ميكس وضحى نفسهم، بس هم ما دخلهم. مش فاهم على شو مشاهير، اسف يعني، بس كلكم ان كان ابو الرب ولا ميكس ولا غيره كثير انشهر بشغلات ساذجة. وثلاثة، الحركة التسويقية نجحت. لقي لي شاب واحد بالأردن أو طفل بالأردن ما سمع بالمتحف. بعد حلقة البرنامج كل حدا بالأردن سمع بالموضوع، فكحركة تسويقية كل حدا شاف المتحف من جوا. أصبر قبل ما تهجم علي، أصبر. بس كمان بقصة زي هيك رأي الناس مهم، ورأي الناس بحكي لك لو الإشي صح ولا غلط. إذا هالقد ناس ما تقبلت الموضوع، يعني ما هم حق صح؟ هالتراثهم حقهم يحكوا ضد الموضوع عادي، ما دام الرأي ما في إشي غلط وما في سب وتحقير، ما فيها إشي. بس كمان عندي نقطة واحدة ضد الهجوم اللي صار كثير حاب أحكي فيها. إخوان، ثلاث أرباع الناس اللي هاجموا على برنامج رغدة ما حضروا برنامج رغدة، وأكبر دليل على الموضوع مثلا هاي التويت، إنه في شعار دبابة أردنية، مع إنه ما صار تصوير أي إشي بهاي الدبابة، هاي كانت بس موجودة بالمقدمة. بس مع هيك الناس هجمت. لو واحد فيهم بس غلب حاله يحضر الفيديو كان عرف إنه الدبابة هاي ما تصور فيها إشي بالمرة. بعدين بروح يجي واحد تاني بطول نفس الصورة كمان، بروح يكتب كمان رأي ضد الموضوع مع إنه مش عارف شو الموضوع أساسا. وبيجي واحد تالت كمان نفس الشيء بعمل، بهجم على الموضوع وهو مش فاهم أم السالفة، هو بس شاف ناس على تويتر بهجم على شغلة فقرر يهجم عليها. ليش؟ كمان مرة برجع لنفس النقطة اللي حكيت فيها هذيك المرة، اللي هي الووك كلتشر. الناس اللي بدهم يعملوا حالهم واعيين، مستعد يحكي بأي قضية بالدنيا حتى لو بالمرة ما بفهم فيها، عشان يبين واعي على الموضوع، عشان يبين فهمان. بأكد لكم انه على القليلة 70% من الناس اللي معلقة على الموضوع، مهاجم على الموضوع، مش عارف شو الموضوع. يعني زي هذيك اليوم كنت فاتح تويتر، واحد كاتب عن مشهور أردني اسمه محمد نبيل، بس حاط صورة واحد تاني اسمه محمد نبيل، هو بيحكي عن هداك. يعني تخيل لأي درجة انه زلمة مستعد يكتب موشح كامل عن شخص وبالأخير يحط صورة غلط. هذا أكبر دليل انه ثلاث أرباع الناس على تويتر عشان بشوف كل حدا بهجم لازم يبين كمان هو واعي بهاي القضية اللي بتصير، هذا الاشي اللي بصير، فبروح يهجم وهو مش فاهم أم السالفة. يعني سوري، لو واحد فيكم بس حضر البرنامج، حضر الانترو تاعت البرنامج أول دقيقتين، كان شاف انه هاي الدبابة بالمرة ما شاركت بالتصوير. يعني بس طلع أورجيكم شغلة على السريع. فأحمد أخوي كتب تويت يدافع عن برنامج رغدة، كتب اللي بيهاجمه أنا رحت على التصوير وترى دبابات الشهداء المهمة ما حد قرب عليها وممنوع أصلا حد يقرب عليها. أوكي، هذا أحمد اللي كان بالتصوير. شوفوا تعليقات الناس على الموضوع. واحدة كاتبت له حابة أحكي لك، محتواك أبدا غير مفيد وشهادتك لا يؤخذ بها، أنت شب وأسكت، مين حطك محامي دفاع؟ شو مكانتك أو شو مكانك من الإعراب لتعطي رأيك؟ هذا الإشي اللي شايفينه قدامكم غلط. تويتر صار مليان ناس ما برضو يستقبلوا رأي، مع انه اللي هم بيعملوه بيحكوا رأي، بس هم بيعتبروا رأيهم اصح من كل حدا. هم بناس واعيين خلص، هم رأيهم المهم، ما بسمعوا لأي رأي ثاني. مين طلب رأيك؟ ما حدا طلب رأيك ولا يؤخذ به اصلا. عزيزتي بشرة، انت ليش رأيك يؤخذ فيه؟ ما انت زيك زي اي حدا، ليش رأيك لازم يؤخذ فيه؟ عشانك واعية؟ صراحة يلعن ام التخلف اللي بصير على تويتر، جد منصة متخلفة والناس اللي عليها كلهم متخلفين. بعطيكم اياها كاش، كل حدا على تويتر متخلف. اذا انت ما بترضى تستقبل رأي او تسمع رأي الشخص اللي قدامك وتناقشه، انت شخص متخلف، انت غبي. اللهم اني صائم يعني، بس جد كل طريقة حكيهم مسبات، الفاظ جد بشعة، وبعتبروا رأيهم هو أهم إشي. هاد غلط. وكمان مرة بعيد، 80% من هدول مش حاضرين حتى الانترو تاعت رغدة. بدك تعطي رأيك بإشي على القليل افهم فيه. أنا قلت لكم الناس إلها حق تنتقد 100%، بس انتقد بعقلانية، احضر الإشي قبل ما تنتقد. زي القطيع بلاقوا الإشي بهجموا عليه كلهم بدون ما يفهموا، 100% تقليد للووك كلتشر تاعت الأجانب. وكل هاد بعدين تيجي بتلاقي الشخص عامل حاله كمان مع حرية التعبير. وين حرية التعبير ما؟ وين؟ بس بالأخير هلا قال برنامج بيض كثير وما عرفت أكمله، بس حركة تسويق كثير شاطرة من المتحف. هذا رأيي الشخصي، كل حدا حر برأيه، بس بالأخير القرار هذا الإشي صح ولا غلط حيجي من المسؤولين. فبس والله احكي لي رأيك بالتعليقات. See you guys. Bye.